طلبة الطب والقلق والكآبة. تشير كثير من الدراسات، وهذا ما تكلمت فيه في لقاء كان في روح اليرموك، تكلمت فيه عن موضوع الاضطرابات التي يتعرض لها طلبة الجامعات وطلبة الطب خصوصا، وعلى رأس هذه الاضطرابات اضطرابات القلق والكآبة، اضطرابات القلق واضطرابات الاكتئاب، وهذا بشكل كبير جدا موجود، يعني بشكل لقد لا يتصوره البعض. ولذلك متوقع أن نجد شكاوى كثيرة جدا. عادة لما أدرس الطلاب، أنا أتوقع دائما بعد ما أدرس كل فصل، يعني كل مجموعة طلاب جديدة تأتيني، أتوقع دائما أن يكون منهم، طبعا أنا أعرف دائما أن هناك قلقين ومكتئبين في الجلسة، أنا أعرفه يعني، وأحيانا أعرفهم بسماهم يعني، ولكن أتوقع عادة أنه بعد الجلسة يأتي من يسألني، وبعد المحاضرة أو كذا، أو ينتظرون الفرصة المناسبة ليتكلموا، فهذا يعني متوقع ومعروف. لكن كيف التعامل مع مثل هذا؟ هذا قضية طويلة عريضة نحتاج لها يعني إن شاء الله مادة مستقلة لتوجيه طلبة الطب والسير برحلة معهم إن شاء الله. ولكن كتوجيهات سريعة، لأنه أتاني سؤال في هذا السياق، وكان حتى السؤال كيف يتعامل المسلم مع تقصيره في العلم ومع القلق المزمن غير واضح السبب. فنقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الأعراض أعراض قلق فعلا، واضطراب القلق في كثير من الأحيان إذا لم يعالج بشكل مناسب يتحول لاكتئاب، ليس يتحول يعني يتحول، وإنما يضاف له، يعني تحصل أعراض الاكتئاب، وهذا كثير جدا في طلبة الطب، يعني كثير جدا في الناس وكثير في طلبة الطب. طيب كيف التعامل معه؟ الآن القلق يحتاج علاج، يعني حتى لو لم يحتاج علاج دوائي يحتاج علاج غير دوائي، توجيهات، نصائح، أحيانا جلسات علاجية مستمرة مع معالج وهكذا. وفي هذا السياق عادة يعني هناك توجيهات، لكن أنا أريد أن أتكلم بشكل عام أنه هذا موجود بشكل كبير جدا. وأبدأ بما انتهيتم به المتعلق بإجابة سؤال العلم وما العلم. يا جماعة الخير، الطب يبدأ بعد ما ننهي البكالوريوس تبع الطب، تمام؟ فأي تحسر على ما فات من البكالوريوس الطب وكذا، يعني خاصة الواحد لما يكون في آخر سنواته في الطب، يعني هذا الإنسان يتكلم في الجدية في طلب العلم والطب وكذا ودراسة الطب، هذا لما يكون في بداية السنوات، خلص لما توصل للنهاية أهم شيء تتجاوز هذه المرحلة لما بعدها، ثم الحياة التخصص وكذا يبدأ فيما بعده. بعض الناس يريد أن يتوجه مثلا تخصصات أكاديمية، بعض النساء تريد أن تتوجه تخصص خفيف كذا تجلس فيه، تستطيع أن تفتح بيتها وكذا. ولذلك لا يلتفت الإنسان لهذا الأمور بشكل زائد، بل هذا نوع من القلق. أما معالجة القلق فكما قلنا هناك وصايا يمكن الإنسان أن يتابع فيها مع نفسه، وبهذا أنصح أنا بمادة بعنوان علاج القلق والاضطراب بالفاتحة، موجودة على يوتيوب، علاج القلق والاضطراب بالفاتحة، وهو من هذا الفيديو من سلسلة فيديوهات بعنوان شفاء العليل بفاتحة التنزيل، وقد تفيدك السلسلة كلها، لأنه السلسلة فيها برضو علاج الكآبة بالفاتحة، فيمكن الاستفادة من هذا غاية الاستفادة إن شاء الله. هناك أيضا العلاج غير الدوائي، يعني جلسات علاجية، وفي هذا السياق أنا أنصح عادة بالإخوة والأخوات المعالجين في عيادتنا، عيادة ونفس، خاصة في العلاج غير الدوائي، بل أكاد لا أنصح بغيرها في العلاج غير الدوائي. أما العلاج الدوائي وهو له فائدة وكذا، ولكن هو مرتبة ثانية بعد العلاج غير الدوائي في موضوع القلق. فالعلاج الدوائي موجود ومتوفر عند يعني أي طبيب نفسي إن شاء الله محترم، عنده علم، عنده أمانة، يمكن أن يتصرف بهذا، ليس بالضرورة أن يكون يعني من عيادة ونفس، وإن كان عيادة ونفس أحسن ناس يعني الله المستعان. فأعانكم الله، يعني الموضوع ليس سهلا، موضوع القلق والاكتئاب يعني كتجربة للإنسان لما يقع في هذا الأمر ليس سهلا، لكن علاج إن شاء الله يسير على من يسره الله عز وجل عليه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلام والعافية والستر في الدنيا والآخرة.